ناخد من حضرتك الجزء ده اللي بيحصل بعد ما الانسان يخف بيبقى في قلق لمده قد ايه؟ ممكن تكون هناك اعراض محتاجه متابعه، يعني البعض بيقول لك لازم تتاكد من التحليل كل شويه، لازم تشوف صوره الدم عشان ما يحصلش في تخثر ممكن يحصل بعد 3 شهور. وايه خلاصه التجربه اللي ممكن تقولها للناس علشان ياخدوا بالهم؟ اهم حاجه لازم نحافظ على الاخرين، فمحدش اعراضه تروح او يبقى نيجاتيف وينزل يخالط غيره على طول. لازم يبقى في فتره زمنيه ولتكن اسبوع مثلا قبل الخروج الى الحياه. ثانيا، ما تفتكرش انك عشان اصبت وعندك اجسام مضاده انك مش ممكن يحصل لك اصابه اخرى. لا، في نسبه بيحصل اصابه اخرى، فنلبس الماسكات ونغسل الايدي ونتباعد اجتماعيا زي بالظبط ما الاخرين بيعملوا. ثلاثه، هنستمر اللي بياخد كورتيكوستيرويد كورتيزون، يعني ما بيبطلوش على طول، لازم يبطلوا بالتدريج. فهي ديت لازم الدكتور المعالج بيدي البلان بتاعته انه يبطله ازاي. اللي بياخد مسيلات للدم ما بيبطلهاش على طول، بيستمر فيها فتره وقد تطول الى بعض الشهور، لان زي ما حضراتكم بتقولوا في ناس اصيبت بالجلطات بعد انتهاء الامراض بمده. فاحنا لازم يبقى في حرص على الذات وزيادة في المناعة، وزيادة في المناعة جزء منها سيكولوجي نفسي، ان الواحد يبقى عارف انه بيعمل الصح وبيحافظ على نفسه وعلى غيره. خلي بالكم ان الإصابة بالكوفيد بالشكل اللي بيحصل في العالم ده، بيقولوا يعني لسه قاري مقالة من اسبوع بيقول لك، عارف لما تليفونك يعطل او يعلق يهنج زي ما بيقولوا، فتقوم تقفله وتفتحه ستارت اب اجين. ايوه، العقل كله هيحصل له ريستارت. بعد انتهاء هذه الازمه مش هنرجع زي ما كنا. صحيح، يمكن كمان هتتشكل الامور بشكل مختلف، سواء نفسيا او اقتصاديا او اجتماعيا عند الناس كلها. يا دكتور حسام، بالقاطع في ريستارت اجين. احنا يعني سعداء جدا ان احنا اطمنا عليك، وسعدة جدا لانك اديت لنا نصايح اكيد كل حد فينا هيحطها حلقه في ودنه. الحمد لله على سلامتك وسلامه المدام. سلامتك يا دكتور، وتحياتنا للمدام، الف سلامه.